من بدايته لنهايته. راح في عندي راح ناخذ سطح الشمس. سطح الشمس راح له درجة حرارة معينة، أنا بهمني في نقطة معينة على سطح الشمس في هون درجة الحرارة، هاي اللي هي حسب بولتزمان كونستنت. راح أفترض إنه الشمس بيرفكت بلاك بودي، إذا كانها بيرفكت بلاك بودي إيش راح تعتبر الإميسيفتي تبعتها؟ واحد. فبصير عندي إي للشمس، إي صن بتساوي سيجما تي تو ذا فور، وتي إيش لازم تكون وحدتها؟ كلفن. فعندي سطح الشمس 5770 78 كلفن درجة حرارة السطح. هذه طبعا مش درجة حرارة اللي الداخل، الداخل اعلى هاي جدا. انا بهمني السطح لانه السطح هو اللي عماله هلا بطلع الاميسيف باور، والاميسيف باور تتذكروا ايش قلنا وحدتها لازم تكون؟ واتس بير سكوير متر. يعني لكل سكوير متر من السطح الشمس في عندي راح يطلع كمية معينة. هلا ستيفن هذا السيجما هو ستيفن بولتزمان كونستانت، وستيفن بولتزمان كونستانت بيساوي 5.668 اظن تايمز 10 تو ذا ماينس 8 5.669 تايمز 10 تو ذا ماينس 8. والوحده عندي هون لازم تكون واتس بير سكوير متر بير كلفن تو ذا 4، واتس بير سكوير متر كي تو ذا ماينس 4. هاي وحده ستيفن بولتزمان كونستانت. هلا رح ناخذ السطح، احنا قلنا سطح الشمس اللي هو على مكان معين من سطح الشمس اللي بهمنا درجة الحرارة بالكلفن تساوي هاي القيمة، إذا بصير عندي الإميسيف باور على سطح الشمس تساوي 5.669 تايمز 10 تو ذا ماينس 8، هذا ستيفن بولتزمان كونستانت، وبعدين رح ناخذ هاي بالكلفن 5070 للقوة 4، بيطلع معي الرقم تقريبا 63.2 ميجا واتس، 63.2 ميجا واتس بير سكوير، رقم طبعا عالي جدا هائل. هلا لكن مش كل هذا بوصل لي، ليش؟ ايش السبب؟ في ضياع الطاقة أصلا. لا في سبب أهم كثير قبل الضياع. تشتت. كيف يعني ايش تشتت؟ يعني ما بتترك بس مثلا لا بالضبط، هذا عبارة عن سفير، هاي كرة. شفت شو هيك؟ لما بروح من هون الآن لسطح الأرض وراح أحط هون خط رح يصير السفير اكبر بكثير مش هيك؟ فرح تتوزع الطاقه هاي كلها اللي موجوده هون، الباور اللي موجوده هون بدل اللي هي جاي من هذا السفير اللي قطره هو قطر الشمس او اللي قطره قطر الشمس، رح يتوزع على سفير اكبر بكثير، اذا رح تنزل المسافه مش هيك؟ رح تنزل بالنسبه لايش؟ بالنسبه للراديوس، بس بالنسبه للراديوس ولا مربع الراديوس ولا مكعب الراديوس؟ واضح السؤال؟ يعني انا كل ما ببعد عن جسم والجسم عماله بشع في كل في 3 دايمنشنز، كل ما ببعد عنه عمالها بتنزل الطاقه. الطاقه وين بدها تتوزع؟ او حسب الكونزرفيشنال انرجي لازم ايش يكون عندي؟ الميسيف باور اللي هون تمام في السيرفس تبع السفير تساوي الميسيف باور هون في السيرفس تبعت السفير، مزبوط؟ اوكي واضح؟ لان هي عم تتوزع كل السفير، يعني كل كميه الباور اللي طالع عند النقطه هاي اللي مارة من هذا السفير تساوي كميه الباور اللي مار عند هذا السفير، مش هيك؟ بس لانه مساحه هذا السفير اكبر بكثير من مساحه هذا السفير، رح يضل شيء بسيط، مزبوط؟ رح يضل شيء بسيط على هاي، واذا بدك تفكر فيها بهي الطريقه، لو عندي سفير هون وعلى سطح هذا السفير عندي هاي وهي المركز من هون، هذا لما بتوزع هيك رح يصير مضبوط؟ اوكي؟ واضح؟ هذا اللي هون اللي كان مركز بهذا السطح اللي موجود هون عماله الان بتوزع على سطح اكبر بكثير، اذا هذا رح ينزل مع مربع الراديوس. اوكي؟ او اذا بدك اضرب الاميسيف، لو ضربت الاميسيف باور هاي بمساحه هذا السفير بتعطيني التوتال باور، هاي التوتال باور اذا ما صارلهاش ضياع طبعا هون زي ما حكى محمد، اذا ما صار لها ضياع رح تتوزع على سفير اكبر من هون، اذا رح يصير عندي هلا بدي اذا بدي الراديوس تبع الشمس عند النقطة هاي، اذا بدنا هذا الراديوس رح نسميه ار اس، ايش بدنا كمان؟ مسافة بين المسافة ما بين مركز الأرض ومركز الشمس اللي رح نسميها ار اس اي، ولازم ناخذ بعين الاعتبار بدنا نكون دقيقين كمان رغم انه مهمل هذا اللي هو الراديوس تبع الأرض، بس هو الراديوس تبع الأرض بالنسبة للمسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس صغير جدا، بس رح ناخذ بعين الاعتبار. طيب قديش المسافة ما بين الأرض والشمس؟ كيف ممكن نعرفها؟ قديش باخذني الشمس حتى توصل لل ضوء الشمس حتى يوصل للأرض؟ تقريبا 8، هو عبارة عن تقريبا 8
لايت مينتس مزبوط مش بصير استعمل لايت مينتس انا بستعمل لايت ييرز والقيمه هذه تقريبا 150 141 اذا هذه تساوي 141 600 صفر 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 كيلومتر واذا اخذتها بعين الاعتبار لو حسبتها بامكانك تطلعها من 300,000 كيلومتر بالثانيه تضربهم في 60 وفي 8 تعطيني هذا الرقم اذا هذا هو ما بين المركز للمركز هلا راح اطرح منها شيء بسيط جدا اللي هو الريديس تبع الارث الريديس تبع الارث ار اي حوالي 6450 كيلومتر والريديس تبع الشمس هلا هذا مهم الريديس تبع الشمس لانه هو راح يتوزع على الطاقه اللي تعطيني الطاقه الكليه الريديس تبع الشمس 695.800 اذا ار اس بيساوي 695.800 كيلومتر اذا انا عندي المسافه هاي اللي هون هلا لو ضربت هذا الرقم امسك باور ايش وحدته ميجا وات بير سكوير متر لو مسحته لو ضربته في مساحه في المساحه تبعت هذا السفير شو بعطيني ايش الوحده بتكون ميجا وات اللي هي كانها ايش كانها كل الطاقه الكليه او كل القدره الكليه اللي عم تطلع من الشمس الوات مزبوط وهذا هو نفسه راح ينقسم بعدين على السفير الكبير اللي من هون هلا اذا بدكم ممكن نهمل هاي ممكن ناخذها بعين الاعتبار هلا بنشوف لانه طلعوا هذا الرقم ايش مقارنه بهذا الرقم هلا بدك تاخذه خذه بعين الاعتبار بس حتى اسهل الحسابات راح اعتبر هذا مهمل بالنسبه لها الرقم فعندي هذا السفير من هون لكن هو عماله بيتغير المساحه بتتناسب مع الراديوس ولا مربع الراديوس مربع الراديوس اذا عندي راح تكون الطاقه اللي راح توصلني او الاميسيف باور هاي الاميسيف باور اللي من الشمس بنسميها سولار الراديانس او مرات بسموها انسوليشن بس هي نوع من الاميسيف باور هي اي اذا ايش وحدتها بدها تكون كمان واتس بير سكوير اذا بحاله الشمس لانها هاي جايه من الشمس بنسميها سولار الراديانس وحدتها وهي اي هي نوع من الاي هي نوع من الاميسيف باور وحدتها واتس بير سكوير متر اذا راح يكون عندي اي على الارض على سطح الارض على فرض انه ما فيش عندي اي لوسز ما بين هون وعلى فرض انه عند النقطه اللي بطلع عليها الارث هذا ساقط عمودي مزبوط لو فرضت انه هذا الماكسيمم راح يساوي 63.2 ميجا وات بير سكوير متر هلا مضروبه في مربع الراديوسز مربع الراديوس بدي احط هلا طبعا الصغير بدي اخذ الصغير من هون اللي هو الراديوس تبع الصن اللي هو 6.95 ومقسوم على 1.496000 بدك تحولهم لامتار بصير تحولهم لامتار بس هو المتر راح يشطب على المتر مش هيك؟ اكيد وكيلومتر على كيلومتر او متر على متر المهم انه ناخذ بعين الاعتبار التربيع التربيع من هون وهاي بتعطيني 1367 واتس بير سكوير متر هذا هو السولار الراديانس ان واتس بير سكوير متر اوكي هذا طبعا هذا ثيوريتيكال ايديا لو ما بصير عند لحظه لما بصير الشمس في السمت ونازله على 90 درجه لما تكون مايله طبعا شو راح اضرب؟ راح اضرب ساين او كوساين حسب ايش الزاويه اللي عم باخذها بعين الاعتبار بتنزل وإذا صار في عندي غيوم أو صار في عندي اتنيويشن بسبب الأتموسفير إيش راح يصير؟ راح تنزل، مين بهمه هذا الرقم؟ مين بيهتم بهذا الرقم؟ الناس اللي بده ياخذ الطاقة مش هيك؟ بده يستثمر الطاقة الشمسية ولذلك نيجي على مناطق معينة في العالم بنقول هاي المنطقة مثلا، طبعا هم ما باخذوا هذا، باخذوا التوتال على سنة. فلما بضرب هذا في زمن شو راح يصير؟ هو وات، الوات عبارة عن جولز بير سكند اذا ضربتها في زمن شو رح تتحول؟ وهي هي مهمه هاي مهمه بالنسبه لمنطقه معينه باجي بقول هاي المنطقه في العالم الها مثلا اون افريج بالسنه مثلا 500 كيلو وات اور كيلو وات اور هي وحده انرجي بير سكوير متر اذا السكوير متر بالسنه ممكن يعطيني كذا كيلو وات اور طبعا زي ما حكيت هذه هون ثيوريتيكال هايبوثيتيكال لانه مفترض انه فيش عندي لوسز في الاتموسفير لا عندي غيوم ولا عندي ضياع في تشتت في الاتموسفير اوكي